رغم تمتع الجزائر بمقومات طبيعية هائلة تؤهلها لتصبح وجهة سياحية بامتياز، إلا أن واقع السياحة الداخلية يدفع بالمواطن إلى اختيار وجهات بديلة في ظل غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات. أسعار يعني في الفنادق الجزائرية هي أسعار كما يقولوا خيالية، أقرب إلى الخيال، ليست في متناول المواطن البسيط ذوي الدخل المحدود. Chacun de nous يقدر يدير فاكونس تاع اون سيمان في ان اوتيل 5 ايطوال في لا تونيزي، مي في الجيري سي با بوسيبل. الحكومة الجزائرية حاولت خلال السنوات الأخيرة تطوير قطاع السياحة، إلا أن هذه المساعي لن تتحقق في رأي الناشطين في المجال دون تكثيف جهود كل السلطات وكذا الاستثمار في العنصر البشري. Moi je pense c'est à dire pour pouvoir mettre en valeur et avancer dans le domaine il faut faire associer au tourisme au ministère des autorités c'est à dire ministère des affaires étrangères ministère de l'intérieur il faut tout un ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. نبتدئ من بناء الإنسان في هذه المدرسة الفندقية، كيف يستقبل السواح والزبائن في الفنادق بكلمة أهلا وسهلا وابتسامة، والعامل الإنساني مهم، كيف نتعاطى مع السواح على اختلاف جنسياتهم أديانهم وألوانهم. غلاء أسعار الفنادق التي تلتهب مع فصل الصيف مشهد تتقاسمه العديد من المدن الجزائرية رغم افتقادها لأدنى الخدمات، وضع يرجعه الناشطين في القطاع لغياب المنافسة. قضية المنافسة وقضية ارتفاع الأسعار هذه مرتبطة ككل عمل تجاري بقضية العرض والطلب، فإن الجزائر في هذه السنوات تعمل على إرساء أرضية صلبة تتوفر فيها أولا القواعد أو بما نسميه لزانفراستركتور داكوي. الجزائر التي تعاني من نقص كبير في الهياكل القاعدية السياحية تسعى اليوم إلى تجاوز هذه المعضلة بإطلاق أزيد من 1800 مشروع سياحي، مما سيخلق أزيد من 20 ألف منصب شغل.